ومعنا مشاهدينا عبر سكايب من لندن المتخصص بالشأن الإيراني سيد حسن راضي، مرحبا بك. إذا وزير الخارجية الإيرانية يهدد بتخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي، ماذا تملك طهران من أوراق لتنفيذ تهديداتها؟ يعني اعتقد طبعا ايران تحاول يعني تبعث برسائل يعني الى رسائل تهديديه الى اوروبا حتى اوروبا تقوم يعني بما باكثر عمل ممكن تجاه طهران، وهي طبعا هناك يعني اوروبا وعدت ايران ان تقوم بعملين اساسيين تجاه الحفاظ على الاتفاق النووي، اولا تفعيل القانون الاساسي حتى قانون الحظر الاساسي في مواجهه العقوبات الامريكيه على الشركات الاوروبيه، والثاني فتح يعني فروع للبنك المركزي الايراني في البنوك المركزيه الاوروبيه، لكن هذا يعني لم تفعله اوروبا بلا شروط او بلا مقابل من طهران، حيث طلبت من ايران انه توقع او تنضم الى المجموعه الماليه لمكافحه الدعم الارهاب ماليا AFATF. وهذا طبعا هذا يعني ايران لا تريد ان تقوم بهذا العمل وتوقع عليه. سيد حسن، يعني الاتحاد الاوروبي يسعى الى استمرار التعاون مع ايران في قطاعات مهمه كالنفط، هل بامكانه مواجهه واشنطن باتجاه هذا الامر؟ انا لا اعتقد ذلك، يعني حتى يعني يعني العمل التجاري مع طهران يعني اي مشروط بال يعني انضمام ايران الى هذه الاتفاقيه، ولكن ايران لحد الان لم توقع على هذه الاتفاقيه. من جهه اخرى نعتقد حتى وان وافقت اوروبا ان تستمر يعني بالعلاقه التجاريه وخاصه يعني استيراد النفط الايراني، ويعني هو لا يتجاوز من 460 يعني ألف برميل يوميا من مجموع 3,900,000 يعني ألف برميل يوميا إيران تصدر، لذلك أنا أعتقد حتى في هذا الأمر يعني سينهار الاتفاق النووي، وإيران لا تستطيع اعتماد على تصدير النفط في أوروبا في ميزانيته. وأنا أعتقد أوروبا الآن هي مخيرة بين العلاقة التجارية الواسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها وبين إيران، وأنا أعتقد في نهاية المطاف ستختار الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هناك بدأت أوروبا أن تقترب للاتفاق تقترب للموقف الأمريكي، حيث صرح قبل فترة وزير الخارجية الفرنسي أنه على إيران أن تقبل يعني بحوار ومفاوضات موسعه حول الاتفاق النووي، اضافه الى التصريحات الاخرى. وهذا يدل على انه اوروبا يعني تقترب الى تأكيد هناك مصالح مشتركه امريكيه اوروبيه. طيب هناك معلومات تفيد بان النظام في طهران بدا يتحايل على ازمته الماليه بتهريب ملايين الدولارات الى افغانستان، كيف يمكن برايك ان تتعاون الولايات المتحده مع هذه الوسائل؟ يعني حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبحث عن أدوات جديدة تختلف عن سابقاتها يعني قبل عام 2015، لأن إيران يعني في تلك الفترة تحايلت كثير على العقوبات وخاصة من خلال الدول التي تتعامل معها. الآن أعتقد يعني الدول يعني الولايات المتحدة الأمريكية من خلال علاقاتها القوية بالدول التي تتعامل مع إيران تستطيع وضع بعض الآليات أو الشروط القاسية على تلك الدول حتى لا تتعامل مع طهران أو لا تسمح لإيران أن تتحايل عبر حدودها أو عبر أدواتها مع يعني تتحايل على العقوبات. وأنا أقصد أنا أعتقد بما أنه الدولة الأفغانية هي قريبة جدا ومتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد ستتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني أيضا والتزمت أفغانستان. لكن كيف تفسر تفكير واشنطن باحتمال إعفاء بعض الدول أو الشركات من عقوبات طهران؟ هل هو تراجع في موقف أمريكا؟ طبعا انا استبعد انه الولايات المتحده الامريكيه اللي ان تتراجع عن موقفها، لانه الاداه الوحيده او الوسيله الوحيده التي تضغط على طهران ان تقلق كل الابواب وكل المنافذ بوجه طهران حتى لا تستفيد يعني من تصدير النفط او من العلاقات التجاريه، لانه الولايات المتحده الامريكيه تعرف جيدا انه ايران تستخدم الاموال التي تحصل عليها بعلاقاتها التجاريه او من خلال تصدير النفط تستخدمه هذا لدعم الارهاب.
وتمرير سياساتها يعني في المنطقة التخريبية. لذلك ومن أجل الضغط على طهران ومن أجل أن ترغم طهران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وتفرض عليها الشروط يعني 12 التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكية، لابد وأن تغلق جميع النوافذ ولا تسمح يعني بالسماح أو لا تسمح بالإذن لبعض الدول أو تستثني بعض الدول. فأنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتحاور مع جميع الدول من أجل يعني فرض جميع العقوبات حتى تخضع لإيران لأمر الواقع وتقبل بالشروط الدولية وخاصة الأمريكية فيما يخص صواريخ البالستية وفيما يخص الاتفاق النووي وسياساتها في المنطقة. هناك خلافات داخل الإدارة الأمريكية الآن، خصوصا بعد تصريحات جون كيري وزير الخارجية الأسبق. ما تأثير ذلك على العقوبات داخل وتأثير ذلك وتداعياته على النظام في طهران؟ طبعا يعني طهران يعول كثيرا على هذه الخلافات إن نشبت في المستقبل القريب، واحد. ومن جهة ثانية يعني أيضا يعول على انتهاء يعني فترة حكم ترامب قبل موعدها أو حتى انتهاءها وعدم تجديد مرحلة ثانية، وطهران تحاول أن تقاوم وتصمت حتى في فترة ترامب الأربع سنوات المقبلة حتى يأتي رئيس ثاني وتأتي سياسة جديدة وتغيير جديد وبالتالي يخرج من هذه الأزمة. ولكن أنا أعتقد طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا يحكمها الرئيس ترامب، تحكمها مؤسسات وتحكمها هناك قوانين، وحتى إذا جاء رئيس ثاني بعد أربع سنوات أو ثمان سنوات يأخذ وقتا طويلا حتى تتغير القوانين وتتغير السياسة الأمريكية تجاه طهران. لذلك أنا أعتقد تعويل إيران على هذا الأمر في غير محله من جهة، ومن جهة أخرى إيران لا تستطيع أن تصمت في ظل العقوبات الشديدة التي ستفرض في شهر نوفمبر المقبل من جهة، وتداعيات تلك العقوبات على الوضع الداخلي الإيراني وتدهور الأوضاع والاحتجاجات. أنا أعتقد طبعا ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية من تسريبات وعلاقة يعني ولقاءات بين وزير خارجية الأمريكي الأسبق ويعني ووزير خارجية إيران لا يرتقي إلى أن نتحدث عنه بأنه حدث كبير يؤثر على العقوبات ويساهم في يعني تعديل الوضع الإيراني. شكرا جزيلا لك من لندن، المتخصص بشأن الإيراني سيد حسن راضي.